من ثوابت الحياة الإنسانية أن الأمن الاقتصادي أساس في استقرار المجتمعات وتطور الحضارات. السؤال الذي يطرح نفسه: هل نظر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام للأمن الاقتصادي؟ كيف؟ ما معالم هذا التنظير في الموسوعة الريادية نهج البلاغة؟ تساؤلات معرفية نجد الإجابة عنها في البحث الموسوم الأمن الاقتصادي، دراسة في سيرة الإمام علي عليه السلام، الذي اشترك في إنجازه الأستاذ المساعد الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي والسيد أمين الله عدناني. نجد في هذا البحث إجابات رائعة. أطلب من أحدهما أن يتفضل مشكورا بإلقاء ملخص بحثه بما لا يزيد عن ربع ساعة. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأستاذ المساعد الدكتور أصغر طهماسبي البلداجي، حاصل على شهادة الدكتوراه في فرع علوم القرآن الحديث من جامعة آراك، كما أنه عضواً تحكيمياً في العديد من المجلات العلمية المحكمة، ولديه أكثر من 9 كتب ومؤلفات، بالإضافة إلى أنه مشاركاً في العديد من البحوث يصل عددها إلى 47 بحث، ومشاركاً في العديد من المؤتمرات في العراق وإيران والسعودية، ومشرف على العديد من رسائل الماجستير. فليتفضل مشكوراً بإلقاء بحثه مسبوقاً بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. اللهم اكشف هذه القمة عن هذه الأمة بحضور مولانا صاحب الأصر والزمان، واجعلنا من خير أعوانه والأنصاره والمستشهدين بين يدي. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رزقني الذي رزقني زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخي أبو الفضل العباس، ووفقني لكتابة البحث حول الإمام العلي عليه السلام. ونقول في هذا المحفل المبارك وهذا المؤتمر النبيل: الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، و هذه الولاية وهذه المحبة إن شاء الله موجود في حياتنا ومماتنا، كما يقول الشاعر الإيراني السعدي الشيرازي: شبن بروی تو روز است و دیده ها بتروشن و این حجرت سواء عشیتی و قداتی. نه پنج روزه عمر است عشق روی تو ما را، وجدت رائحة الود إن شممت رفاتي. الله يثبتنا لولاية أهل البيت عليهم السلام إن شاء الله. جزيل الشكر والامتنان للعتبة العباسية المقدسة لهذا الفكر الجيد جميل ونبيل الأسبوع الإمامة، وجزيل الشكر والامتنان لجامعة الكفيل ومسؤولين في هذا المؤتمر للتنسيق الأمر وزيافة بشكل أحسن، وجزاكم الله خيرا إن شاء الله. مصداقكم مصداق هذا الحديث المبارك عن الإمام الرضا عليه السلام: رحم الله إمران أحيا أمرنا وأنتم منهم إن شاء الله. وأما بعد، موضوع بحثي حول الأمن الاقتصادي، دراسة في سيرة الإمام العلي عليه السلام. كما تعلمون، الاقتصاد والاهتمام بالمعيشة واحدة من مباحث التي يحتاج كل شخص، كل الإنسان في حياته الدنيوية. وهذا وجه مشترك بين تمام المذاهب والمكاتب. ولكن من وجهة النظر إلى هدف الاقتصاد وكيفية استفادة عن الاقتصاد والمواهب الدنيوية، هناك فرق رئيسي بين الإسلام وسائر المكاتب الاقتصادية والدنيوية. ما يعني؟ يعني الاقتصاد والاستفادة من مواهب الدنيوية في الإسلام هي الوسيلة، يعني وسيلة لكسب العيش الحلال
وارتزاق والمعايش الدنيوية وأيضا العبودية لله تبارك وتعالى. ولكن في مكاتب ماتيرياليسمية الاقتصاد بعنوان هدف، كما نقرأ في القرآن الكريم: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، الهدف، وما له في الآخرة من خلاق. ولكن الفكرة الإسلامية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أي الدنيا والآخرة. الاقتصاد الإسلامي لها خصائص متعددة. أولا، اقتصاد بعنوان وسيلة ولا الهدف. ثانيا، الاقتصاد بعنوان وسيلة لتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية. إنا أرسلنا رسلنا بالحق وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. بالقسط من مظاهر الإدالة الاقتصادية. ثالثا، الاقتصاد وسيلة لدفع الفقر للمجتمع، يكاد الفقر أن يكون كفره. الهدف الرئيسي من الاقتصاد في الإسلام دفع الفقر واختلاف الطبقات. رابعا، الاقتصاد بعنوان وسيلة لاستفادة وسيلة لتحقق مظاهر العبودية والعبادة، يعني وسيلة للعبادة والعبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واحد من مظاهر يعبدون يعني مباحث الاقتصادية، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤتون الزكاة أمرا اقتصاديا لتحقق الخاص أو زمن خاص، مثلا لزمن إمام العلي عليه السلام. لا، هذه الاستراتيجيات يختص لأي عصر ولكل الإنسان ولكل لا سيما البلاد الإسلامية. وعلى الباحثين على المفكرين أن يستنتج أصول الاقتصادية موافقا لعصرنا الحالي، كما يقول الإمام رضا عليه السلام: علينا إلقاء الأصول وعليكم بالتفريق. الاستراتيجيات الإمام علي عليه السلام لتحقق الأمن الاقتصادية في أربع محاور. أولا، مكونات العمل لخلق الفرص التوظيف والإنتاج. كما تعلمون الإنتاج والعمل والجهد والاشتغال والتوظيف من أهم مظاهر الازدهار الاقتصادي في أي المجتمع، في أي المجتمع. الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة يؤكد لأولا تطوير ثقافة الجهد والسعي. ما يعني؟ يعني اهتمام بالجهد والعمل لأولا كسب الحلال والمعيشة الحلال، ثانيا ازدهار الاقتصادية في المجتمع. مثلا في البعد الأول يقول: وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث مرمة: للمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم. يعني واحد من توقيفات الإنسان الشخص مؤمن يعني اهتمام بالجهد والعمل. البعد الثاني لتثفير ثقافة الجهد والاجتهاد في سيرة الإمام العلي عليه السلام: المخالفة للآفات العمل. مع الأسف في بلادنا في مجتمعنا نشاهد البتل والكسالة عامل لأضرار الاقتصادية، عامل لأضرار الاجتماعية. والإمام علي عليه السلام في البعد الثاني يشير إلى أضرار الاقتصادية لأجل العمل. مثلا يقول: آفة العمل البتالة، آفة العمل البتالة، من عطاء التواني ضيع الحقوق. يعني نحتاج إلى بلادنا أن نبين هذه المعارف لتطوير ثقافة الإسلامية، الاهتمام بالجهد والأمل لأي شغل لا فرق. الثاني، الاهتمام بالإنتاج. الإنتاج عامل هام لتنسيق الأمور في المجتمع، وعامل
إيجاد أمن الاقتصادي. يقول الإمام العلي عليه السلام، هذا جميل حقيقة، حول الإنتاج والاهتمام بالصناعيين، الاهتمام بالمنتجين في المجتمع. يقول خطاب مالك أشتر: وليكن نظرك في عمارة الأرض، يعني الإنتاج في عمارة الأرض، لاحظوا، أبلغ من نظرك من في استجلاب الخراج، يعني حم من الخراج اهتمام بالإنتاج والعمارة الأرض. لماذا؟ لأن عمارة الأرض عامل لإيجاد الشغل لأشخاص، عامل لتطوير الاقتصادية، عامل لإزدهار الاقتصادية، عامل لاستقلال الاقتصادية. ويقول الإمام العلي عليه السلام: لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة ومن طلب الخراج. لاحظوا، بغير عمارة أخرب البلاد وأحلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. في حماية عن المنتجين والصنايع في ذلك الزمن، يعني هذا يعني قطوة لنا في هذا العصر المعاصر، لحماية المنتجين والمصانع، فإن شكوا أو التجار فإن شكوا ثقلا أو إلة أو انقطاع شرب أو بالة أو إحالة أرض أثمرها غرق أو أجحف بها أتش، خففت عنهم، من تخفيف الماليات، أي تخفيف الماليات. المحور الثاني في سيرة الإمام العلي عليه السلام لأجل أمن الاقتصادي، المكونات الإجلائية لإزالة الأضرار الاقتصادية. الأضرار الاقتصادية معارض لاقتصاد السليم، عامل لفقدان الأمن الاقتصادي. أولا محاربة الفساد الاقتصادي، الاحتكار، الربا، الشغل غير صحيح، غير إسلامية، هذه عوامل لفقدان الأمن، عامل لتخريب الأمن الاقتصادي. والإمام علي عليه السلام يقول لمالك العشتر: واعلم مع ذلك أن في كثير منهم، حول التجار، حول الفساد الاقتصادي، زيقا فاحشا وشحا قبيا واحتكارا للمنافع. يعني الإمام يأمر لمقابلة هذا. الثاني اختيار العملاء المناسبين والمسؤولين للإدارة الاقتصادية. أي في سورة مباركة يوسف نقرأ النبي يوسف، نبي يوسف يقول لعزيز مصر: اجعلني، لاحظوا، اجعلني على خزائن الأرض. لماذا؟ إني حفيظ عليم. حفيظ يعني التعهد، عليم يعني التخصص. إذا موجود، إذا في وقت يعني المسؤولين لديهم هذه الخصائص، يعني التعهد والتخصص، عامل لإزدهار الاقتصادية. دقيقة عفوا، نعم دقيقة. وفي محور الثالث خلق الثقافة الاستخدام، الأمثل النعمة الإلهية، الاجتناب عن الإسراف، الغناء كنز لا ينفد، فدع الإسراف مقتصدا. مكونات العملية لاستئصال الفقر: أولا تطبيق العدالة الاقتصادية، ثانيا قرض اهتمام بالقرض الحسنة، ثالثا الدعم الاقتصادي للفئات الضعيفة. هذه الأوامل عامل لدفع الفقر، يكاد الفقر أن يكون كفرا، ولمخالفة للدفع الفقر عن المجتمع هذه الاستراتيجيات حام. والأخير مكونات العمل من أجل التنمية الاقتصادية للمجتمع، الاستقلال الاقتصادي، الاستقلال السياسي مرهون بالاقتصاد، بالاستقلال الاقتصادي. والعوامل الاستراتيجيات لأجل الاستقلال الاقتصادي: التخطيط الاقتصادي السليم، حسن التدبير ينمي قليل المال، وتشجيع الاستقلال الاقتصادي. عفوا لإطالة الكلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. في ختام كلامي أيضا أشكر وجزيل الشكر الامتنان للمسؤولين في العتبة العباسية المقدسة لحق هذه المؤتمرات وهذا التنسيق المبارك، هذه الضيافة الأحسن، وجزاكم الله خيرا. تعجيل في فرج مولانا صاحب الأمر
والأسر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لكم دكتور، أحسنتم. شكرا للدكتور محمد.